وأنا لا أقتنع بأن الغرب يوجد لديه حل سياسي، هو غير راغب بالحل السياسي. طبعا عندما أقول الغرب المقصود عدة دول كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشكل أساسي، باقي الدول هي دول ثانوية، لكن هذه الدول لا ترغب بالحل السياسي. بالنسبة لها الحل السياسي يعني تغيير الدولة، إسقاط الدولة واستبدالها بدولة عميلة لها، كما حصل في أوكرانيا تماما. بالنسبة لهم ما حصل في أوكرانيا هو حل سياسي، ولكن لو بقي الرئيس السابق المنتخب من قبل الشعب لقالوا بأن هذا الرئيس سيء وديكتاتوري وقاتل للشعب، نفس البروباغندا. لذلك لا يوجد حل سياسي في الغرب، يوجد رغبة بالحرب وبتبديل الدول في أي مكان. بالنسبة للتصريحات الأمريكية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، أعتقد بأن العالم اعتاد على أن المسؤول الأمريكي قد يقول شيء اليوم ويقول عكسه في اليوم التالي، وهذا نراه بشكل مستمر. لكن هناك ظاهرة أخرى، أن يقول مسؤول شيء ويأتي مسؤول آخر بنفس الإدارة ليقول شيء معاكس. هذا يعبر عن صراعات موجودة داخل الإدارة الأمريكية وأيضا داخل اللوبيات الموجودة على الساحة الأمريكية.